وننوه لهذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن، حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بمدينة العالمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تحديد الأسعار الاسترشادية سعر ضمان للمحاصيل السكرية لموسم 2025. هذا وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه قد تقرر أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بما يسهم في سد احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية فضلا عن زيادة دخل المزارعين ورفع مستوى معيشتهم، علاوة على زيادة تشغيل المصانع بأقصى طاقة ممكنة.